نعم. شيخ أحسن الله إليك، حكم لبس الذهب الأبيض للرجال؟ الذهب الأبيض في ذهب أبيض يا أخي؟ أين؟ ها؟ أين موجود؟ ما في ذهب أبيض، الله المستعان. لذلك رأيت رجلا يلبس خاتما من ذهب أبيض، فقال لي إنه ذهب أبيض. ما نعرف الذهب الأبيض يا رجل، ما في ذهب أبيض موجود يا شيخ. لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديب. أي ولو رأيت ما هو ذهب. الاسم لا عبرة به، الناس الآن يسمون البترول ذهب، ذهب أسود. هل نقول الإنسان ما يجوز يلمس البترول يلصق بيده يكون لابس ذهب؟ على كل حال شوف يا أخي، الذهب هو الأحمر، وما كان أبيض فليس بذهب ولو سمي ذهب، فهمت؟ لكن إذا كان لبس هذا يعد إسرافا صار محرما من جهة الإسراف. وعلى هذا فإذا لبس الفقير هذا الخاتم قلنا حرام عليه، لأنه يعد في حقه إسرافا، وإذا لبسه الغني لم يكن حراما عليه لأنه لا يعد إسرافا. لا لا لا، له اسم ثاني، هو أغلى من الذهب الأحمر لكن له اسم. أي الناس وش اللي عارف؟ لا وش اللي عارف؟ الذهب الأحمر هذا عاد محل نظر، إذا كان أصله ذهبا أحمر هذا ينظر فيه، أما إذا كان معدن مستقلا فهو جائز ولو سمي ذهبا ولو كان أغلى من الذهب. نعم.